أنا محمد سمسمية، طالب هندسة كهرباء والكترون. الدورة الصراحة كانت جيدة جداً وممتازة، خاصة مع أستاذ مسلم الله يعطيه العافية، تعب معنا كثير والله واشتغل علينا. أنا أول ما بلشت الدورة ما كنت ما عندي أي فكرة أو أي تطلع عن البرنامج أبداً. اشتغلنا الحمد لله وتعبنا، والأستاذ مسلم كثير تعب علينا وأعطانا والله وجهد ووقت كثير كبير، والحمد لله كثير استفدنا منه والله. خلال الدورة تعلمنا كثير تقنيات جديدة، تعلمنا عن البرامج دول. حاليا صار في بإمكاننا نبدأ يعني نقتحم سوق العمل، صار في بإيدنا المفتاح اللي بخلينا نبدأ شغل ونبدأ باستخدام هالتطبيقات. بحب أتشكر الأستاذ مثنى كثير وأيضا منظمة رحمة حول العالم. فتحت خير عليكم جميعا، باذن الله افتحوا مشاريعكم او لتقربوا او لتشتغلوا مشاريع ان شاء الله هيك مستقبليه.